هل يجوز عند التشهد الأخير النظر إلى الكعبة لمن يصلي في الحرم؟ لا لا، النظر إلى الكعبة غير مشروع، ما أمرنا بالنظر إليها، إنما أمرنا بالطواف بها واستقبالها بالصلاة، هذا اللي أمرنا به. أما النظر إليها والتعلق بأستارها والتمسح بها، هذا ما ورد إلا في الحجر الأسود وفي الركن اليماني فقط. نعم.